أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي صدى البلد. مباراة جديدة يلتقي فيها النادي الأهلي بنظير فريق بيراميدز يوم الاثنين القادم على ملعب استاد القاهرة، مع تهديد نادي بيراميدز بالانسحاب وتهديد اتحاد الكرة بتنفيذ عقوبات على النادي في حالة هذا الانسحاب. هل تتم المباراة بالفعل أم لا؟ لماذا يهدد أيضا بيراميدز بالانسحاب؟ وما هي العقوبات التي تنتظر في حال انسحابه؟ التفاصيل الآن في هذه التغطية الرياضية. يلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بنظير فريق بيراميدز يوم الاثنين القادم على ملعب استاد القاهرة في نهائي كأس مصر. أيضا مشاهدينا، بعد تردد أنباء بانسحاب نادي بيراميدز، كتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على تويتر: بيراميدز يدرس عدم اللعب والانسحاب من نهائي الكأس أمام الأهلي، وذلك بسبب الحكام المصريين والجماهير وضغط المباريات. الحقيقة كان نادي بيراميدز قد خاطب اتحاد الكرة بطلب حكام أجانب لنهائي الكأس، مع تحمل كامل تكاليف استخدام الحكام الأجانب على نفقة النادي، وهو ما رفضه تماما الاتحاد بسبب أن الطلب يخالف اللائحة التي تنص على طلب التحكيم الأجنبي قبل موعد اللقاء ب 14 يوم. يرى طبعا بيراميدز أن الاتحاد رفض طلبه، في حين أن لجنة المسابقات لم تحدد موعد النهائي إلا قبلها بعشرة أيام فقط، قبل أن يتراجع الاتحاد عن مبرره ويعلن أن قرار الحكام المصريين للنهائي هو قرار رئيس لجنة الحكام بنفسه البرتغالي فيتور بيريرا، والذي رفض وجود حكام أجانب في المباراة النهائية، وذلك على عكس ما هو متبع في مباريات نهائي كأس مصر ونهائي كأس الرابطة خلال السنوات الماضية. أيضا كان اتحاد الكرة قد قرر في حال انتهاء مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز بالتعادل، وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي، يتم لعب وقت إضافي أيضا ثم اللجوء لركلات الترجيح في حالة استمرار الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل. أما في حالة انسحاب نادي بيراميدز كما يهدد من نهائي كأس مصر أمام النادي الأهلي، سوف يتم اعتباره خاسرا بنتيجة 2-0. كمان هيتم حرمان نادي بيراميدز حال انسحابه من مباراة الأهلي القادمة يوم الاثنين في نهائي كأس مصر من الاشتراك بالمسابقة في الموسم المقبل. أيضا بتشمل العقوبات أيضا وفقا للائحة اتحاد الكرة الخاصة ببطولة كأس مصر تغريم نادي بيراميدز حال انسحابه من مباراة الأهلي في نهائي كأس مصر مليون جنيه مصري، بالإضافة أيضا إلى تحمل كافة الأضرار المالية المقررة من الشركة الراعية، وذلك وفقا للمادة 62 للفقرتين 2 و3. وأعلن أيضا سالم الشامسي مالك نادي بيراميدز عدة قرارات عاصفة بعد اجتماع مجلس الإدارة الأخير ردا على تعنت اتحاد الكرة ضد النادي وفق تعبيره الخاص ورفض طلب المشروع باستخدام طاقم تحكيم أجنبي، وذلك لإدارة مباراة كأس مصر النهائي والذي تجمع ما بين بيراميدز بالنادي والنادي الأهلي يوم الاثنين المقبل على استاد القاهرة الدولي. قرر مالك بيراميدز إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز وأيضا مشاريع النادي الاجتماعي وأيضا المدينة الرياضية والاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري، وذلك للنظر في مستقبل النادي في مصر. جاء في البيان الرسمي للشامسي، وذلك بناء على البيان السابق بتاريخ 13 يناير 2023، ونظرا لغياب مبدأ تكافؤ الفرص وغياب العدالة، قرر مجلس إدارة نادي بيراميدز ومالكو إيقاف الاستثمارات في نادي بيراميدز وأيضا مشاريع النادي الاجتماعي والمدينة الرياضية والاستاد، وعقد جلسة مع نهاية الموسم الجاري للنظر في مستقبل النادي في مصر. مشاهدينا، هذه كانت آخر تفاصيل مباراة الأهلي وبيراميدز، سوف يتقابلون طبعا يوم الاثنين الجاي على استاد القاهرة، وطبعا تفاصيل تهديد بيراميدز بالانسحاب ويا ترى العقوبات اللي هتنتظره، فيا ترى هيكمل المباراة ولا لا؟ شاركونا بتعليقاتكم تحت هذا الفيديو، وبشكركم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.